انت غير شاب مغربي واش تقدر توصل لهذا المستوى؟ اسمح لي، ايوا يفوت هذا المستوى. منصف السلاوي اللي كاين في الامريكان ديال لي فاكسان مغربي ديالنا، الفيس بريزيدون ديال بوينغ مغربي ديالنا. هاد الناس هادو اللي وصلوا لمستوى عالي في العالم راه في بلادنا يهزوا البلاد ويهربوا بها، غير نعطيوهم شويه ديال العنايه وشويه ديال ثقه النفس ونوصلوا ولادنا لهذا المستوى اللي سمحتوا. كنتسائلوا علاش هذاك الخبير المهم المغربي مشى يخدم في امريكا؟ جرينا عليه حنا، ما جرى عليه حد. حنا ملي كنبغي يخدم تنقول له واش انت تقد على هذا الشيء؟ اسمحوا لي الا كنت كنهضر معكم من القلب لهاد الملفات هادو، لان كيقيسوني يوميا.